بالنسبة للسلوك الأخير للسيد بان كيمون، يعني لا يمكن قراءته إلا في إطار السلوكات السابقة لبان كيمون، يعني بدءا بمجموعة من المواقف التي لم يعلن عنها صراحة من خلال التقارير التي كان يعدها في أبريل من كل سنة لمجلس الأمن، وصولا إلى زيارته للتندوف وإلى بئر الحلو وإلى تصريحه بمصطلح وتصريحه بأن المغربية بأن هناك دولة احتلال، بأن هناك احتلال في المناطق الأقاليم الجنوبية، وصولا كذلك إلى رفعه راية النشر وإلى انحنائه أمام ما يسمى علم ما يسمى بجبهة البوليزاريو، وهو أو هي الغير معترف بها وليست عضو في الأمم المتحدة. وبالتالي التسريب الأخير لبان كيمون، تسريبه للرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة، هو يأتي في هذا السياق، يأتي في تراكم يعني الموقف الذي أصبح يبدو بأنه يأخذ منحى عدائي، يأخذ منحى عدائي، وهذا منحى خطير يمكن أن يتخذه العلاقة مع هذا الشخص أو مع بصفته أمين العام للأمم المتحدة من خلال تسريبه لرسالة موجهة إلى جلالة الملك. وبالتالي فهذا التسريب يعني فيه ما فيه، يعني يخفي ما يخفي من مواقف مسبقة ومن مواقف عدائية ومن مواقف يعني صارمة تجاه المغرب. وبالتالي فهذه يعني ما أكدته الوزير المنتدبة هو صحيح، لأنه يأتي في إطار المواقف العدائية، والأعراف الدبلوماسية للأمم المتحدة تقتضي أن يكون هناك نوع من السرية، يعني أن رئيس الدولة أو الذي وجهت له الرسالة هو الذي له الحق في إنشاء يعني أن يصرح بمضمونها، لأن هو المعني بمضمونها. وبالتالي فتسريبه للرسالة التي يعني قدم الناطق الرسمي باسمه بعد تفاصيلها، هو يأتي في هذا السياق، في سياق الموقف العدائي من الموقف المبدئي. الآن أصبح يتضح بأن بان كيمون له موقف مبدئي من القضية الوطنية، وهذا الموقف المبدئي يصرفه بطريقته ويأتي في سياق تأزيم الأوضاع أكثر مما يأتي في سياق يعني إيجاد حل للمشكل الذي كان أمين العام للأمم المتحدة سببا فيه، والذي يعني سيضيع الكثير من الوقت لإيجاد حل توافقي وسلمي بناء على قرارات مجلس الأمن. وبالتالي الآن أصبح يتضح بأن الأمين العام للأمم المتحدة يسير في اتجاه معاكس لمجلس الأمن، يسير في اتجاه معاكس لمجلس الأمن ويمارس كل الضغوطات من أجل أن يتخذ مجلس الأمن يعني أنه موقفا يعني يسير في اتجاه العداء ضد المصالح المغربية في أقاليمه الجنوبية.